بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من سلسلة دروس كتاب كنز الدقائق للإمام أبي البركات عبد الله ابن أحمد النسفي رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. الله، وصلنا إلى قوله رحمه الله: لا تخرجي إلا بإذني. شرط لكل خروج إذن. لو قال لزوجته: لا تخرجي إلا بإذني أو بأمري أو بعلمي أو برضاي، إيه نعم، أي تعبير أي صيغة تدل على هذا المعنى. شرط لكل خروج إذن، بمعنى لو خرجت مرة بدون، لو خرجت مرة بإذنه، أذن لها فخرجت، ما في مشكلة، لا يضر. فإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه حنث، فإن علق الخروج بطلاق طلقت، علق على الخروج طلاقا طلقت، علق على الخروج اعتاق عبد عتق، علق على الخروج عبادة ما لزمت. هنا ليه؟ لأن قوله لا تخرجي إلا بإذني، المستثنى خروج موصوف بأنه مقرون بالإذن، فكل خروج لا يكون على هذه الهيئة، لا يكون كذلك، كان مندرجا في اليمين، فلا بد أن يكون لكل خروج إذن. هنا طيب، الآن سؤال: رجل تورط وحلف وعلق بالخروج، قال لا تخرجي إلا بإذني، فما هو الحل كي لا يحتاج لأن يعطيها لكل خروج إذنا؟ قد تضطر للخروج مرة، فماذا نفعل؟ ما هو الحل؟ قالوا الحل أن يقول لها: كلما أردت الخروج فقد أذنت لك، كلما أردت الخروج فقد أذنت لك. بعد هذا الكلام لو خرجت مرة ثانية ثالثة رابعة بدون إذنه ما في مشكلة. طيب الآن عندنا سؤال ثاني: بعد أن قال لها كلما أردت الخروج فقد أذنت لك، أراد أن يمنعها مرة ثانية بعد ذلك، هل هو قادر على هذا المنع؟ فيه خلاف بين أبي يوسف وبين الإمام محمد. أبو يوسف رحمه الله قال لو نهاها عن الخروج بعد ذلك لا تأثير لهذا النهي، يعني لا يعمل هذا النهي، خلافا للإمام محمد. فإذا قال لا تخرجي إلا بإذني، شرط لكل خروج إذن، بخلاف إلا أن وحتى، يعني بخلاف قوله إلا أن آذن لك، بخلاف ما لو قال لها إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك. فإذا قال لها إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك، قالوا لا يشترط لكل خروج إذن، لا يشترط لكل خروج إذن، بل الإذن يعني يكفي أو تنتهي اليمين بالإذن مرة واحدة،
مرتان واحدة، فلو أذن لها مرة فخرجت ثم بعد ذلك خرجت مرة أخرى بدون إذنه، قال لا يحنث، لا يحنث. ليه؟ لماذا لا يحنث؟ ما هو قال حتى آذن لك، إلا أن آذن لك. قال لأن حتى هنا للغاية، حتى هنا للغاية، يعني فتنتهي، فتنتهي الحرمة والمنع، ينتهي المنع بالإذن مرة واحدة، بالإذن مرة واحدة. فهنا حتى للغاية، يعني غاية هذا المنع، غاية هذا المنع هو إذني لك، فقد أذن لها مرة واحدة، فإذا أذن لها مرة واحدة انتهى، فلا يحتاج لأن يأذن لها مرة ثانية. طيب، وأن إلا أن، إلا أن، قالوا أن هنا محمولة عليها. طبعا هناك كلام طويل حول حمل أن على حتى، فقالوا فيكون الإذن مرة واحدة، مرة واحدة منهيان، منهيان لهذا اليمين، منهيان لهذا اليمين. إذن بخلاف إلا أن وحتى، يعني إلا أن أو حتى آذن لك. قال ولو أرادت الخروج، لو أراد المرأة الخروج من البيت فقال الزوج إن خرجت، إن خرجت يعني من البيت مثلا، من المسجد، من المكان التي هي فيه، إن خرجت فأنت طالق. فقال إن خرجت أو ضرب العبد، أو أراد، أو أراد السيد ضرب العبد، أول شيء أرادت الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق، أو أراد أن يضرب عبده، أراد، أنا عندي عبد أردت أن أضربه، هنا فقال، يعني رجل آخر، رجل آخر غير، غير غير مريد الضرب، قال له رجل آخر إن ضربت، إن ضربت، قال تقيد به، فقال له رجل آخر إن ضربت العبد، إن ضربت العبد فهو حر، هذا العبد الذي ضربته هو حر. أو قال، أو قال، أو نستطيع أن نقول إن ضربت، إن ضربت العبد، إن قال هو عن نفسه إن ضربت العبد، إن ضربت العبد فهو حر. أو قال له الرجل آخر إن ضربت العبد فعبدي حر. يعني يصح أن نقول ولو أراد، أو أراد أن يضرب العبد فقال هو إن ضربت العبد، إن ضربت العبد فهو حر. أو قال رجل أجنبي آخر إن ضربت عبدك فعبدي حر، فعبدي حر. قال تقيد به، تقيد به، إيش يعني تقيد به؟ يعني تقيد هذا الحلف بذلك الخروج وبذلك الضرب. لذلك قالوا لو قال لزوجته إن خرجت، هي همت أن تخرج من البيت لشجار حصل بينهما، وهذا نسأل عنه كثيرا، حصل شجار بينه وبين زوجته، فقال لها إن خرجت فأنت طالق، فقعدت، فقعدت 5 دقائق ثم خرجت، قال لا يحنث، يقع الطلاق. ليه؟ قال لأن هذا الحلف، هذا اليمين مقيد بذلك الخروج الذي همت به، فلما قعدت وقامت وخرجت مرة ثانية، الخروج الثاني غير الخروج الأول، فلا يتقيد به ذلك اليمين. كذلك لو أراد أن يضرب العبد فقال إن ضربت عبدك فعبدي حر، أو قال إن ضربت عبدي فعبدي حر، ثم ترك الضربة ثم ضربه بعد ذلك لم يحنث. ليه؟ قال لأن اليمين مقيد بهذا الحلف. لماذا مقيد بهذا الحلف؟ قالوا لأن المطلق، المطلق نعم يتقيد، المطلق يتقيد بالحال، يتقيد بالحال. فكأنه أراد إن أردت، إن خرج، إن خرجت هذا الخروج فأنت طالق،
وهذا يسمى يمين الفور، هذا يسمى يمين الفور، فهو محمول على الخروج الذي حلف عليه لا على غيره، وعلى الضرب الذي حلف عليه لا على غيره. قال: ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت، فقال إن خرجت، أو ضرب، أو أراد ضرب العبد فقال إن ضربت، إن ضربت، فقال تقيد به، تقيد به، كاجلس فتغدى عندي، فقال إن تغديت مثلا فعبدي حر، أو زوجته طالق، ك يعني كقصده الشيخ والله أعلم، يعني كما يتقيد، كما يتقيد في قوله اجلس فتغدى عندي، فقال المخاطر إن تغديت فعبدي حر أو زوجته طالق، فجلس ولم يأكل، ثم رجع إلى بيته فتغدى، فتغدى، قال لا يحنث، لا يحنث، وإنما يحنث بالغداء الذي دعي إليه، يحنث بالغداء الذي دعي إليه. فاليمين هنا كذلك مقيدة بهذا الغداء. صار عندنا الآن قدرة أن نعرف هذا اليمين المسمى بيمين الفور، أن نعرف كيف يتعامل الإنسان مع هذه الأيمان ومع هذه الكلمات، فهي المراد بها الآن المحلوف عليها لا غيرها. يعني كما لو قال إنسان مثلا قال حلف لو أنه لا يدخل، أنه لا يدخل هذا البيت، ألا يدخل، حصل شجار وقال والله لا أدخل هذا البيت مرة ثانية، نعم، وكان يسكن فيه أخوه فذهب انتقل إلى بيت ثاني، يجوز له أن يزوره ولا حرج عليه، أن البيت المحلوف عليه غير البيت الذي انتقل إليه. قال: ومركب عبده كمركبه في الحنث إن نوى، ولا دين به. ومركب عبده كمركبه في الحنث إن نوى، ولا دين به. قال إن نوى يعني حلف مثلا، حلف لا يركب، أنا بس قلت مثلا والله لا أركب دابة زيد، ولم أنوي دابة عبده، فركبت دابة عبد زيد، قال لا أحنث. أما إن نويت بقول والله لا أركب دابة زيد، نويت دابته ودابة ودواب عبيده، فإن كان العبد، انتبهوا أحبابنا كيف قيدوا الآن الشيخ، قال ولا دين به، فإن كان على العبد دين مستغرق لقيمته، عليه دين 100,000 وعنده دواب، والمئة ألف مستغرقة لقيمة العبد، فإن كان، قال ولا دين به، فإن كان على العبد دين، فإن كان على العبد دين مستغرق، إذا قالوا كذلك لا يحنث، كذلك لا يحنث. أما إن لم يكن عليه دين، نعم، أو كان على العبد ربما دين ولكن هذا الدين غير مستغرق، لم يكن مستغرقا، قال فإن نواه، نوى دابة العبد، دواب العبيد، دواب العبيد، قال يحنث، وإلا فلا يحنث، وإلا فلا يحنث. واضح إن شاء الله أحبابنا. طبعا أحبابنا يدخل هنا كذلك، كذلك لو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة ولده أو دابة أبيه أو دابة زوجته، لا يدخل في الحنث، لا يحنث، لا يحنث. هنا قال: باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام. وهذا باب هام جدا، لأنه يجري التحالف كثيرا في هذه الأمور. قال: حلف لا يأكل من هذه النخلة، من هذه النخلة، حنث بثمرها، يعني حنث بأكل ثمرها، لأن النخلة
لا تؤكل، النخلة النخلة لا تؤكل. فهو الآن لما قال والله لا آكل من هذه النخلة، نلاحظ أنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل، فلما أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل صرف هذا اليمين حتى يعمل عمله، فصرف هذا اليمين إلى ما يخرج من هذه النخلة، من هذا الذي لا يؤكل، فيحنث بأكل أي شيء يخرج منها، بأي شيء يخرج منها، كل شيء مأكول يؤكل من هذه النخلة إذا أكل منه يحنث، يحنث. طبعا شرط الفقهاء للحنث لما قال والله لا أكل من هذه النخلة، قلنا يأكل من ثمرها، يأكل من أي شيء يخرج منها، ولكن قالوا شرط الحنث ألا تتغير هذه الثمرة التي خرجت من هذه النخلة، أو ألا يتغير هذا الخارج من هذه النخلة، ألا يتغير بعمل حادث، بعمل حادث. لذلك قالوا لو أنه حلف لا يأكل من هذه النخلة، لا يأكل من هذه النخلة، فأخذوا التمر أو الرطب أو أي شيء، أي نعم، وحولوه إلى دبس التمر، أو حولوه إلى خل، أو حولوه إلى نبيذ، فشرب هذا النبيذ أو أكل هذا الدبس أو أكل هذا الخل، أو حولوه لأي شيء، تحول تغيرت عينه، كان يطلق عليه تمر سيطلق عليه الآن دبس، أي نعم. قال لا يحنث. ليه؟ قال لأن هذا، أي نعم، لما تحول من التمر إلى النبيذ صار مضافا إلى فعل حادث، فلم يبقى مضافا إلى الشجرة، فلم يبقى مضافا إلى الشجرة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، وما عملته أيديهم، فقالوا العطف يقتضي المغايرة، فكان ما عملته أيديهم غير الثمرة، غير الثمرة، لذلك لا يحنث، لذلك لا يحنث. يعني نفهم من هذا الكلام أنه لو قال والله لا آكل من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة برتقال مثلا، وأخذ البرتقال فعصرها وعصرها، لا يحنث؟ قال لا يحنث. هنا ليه لا يحنث؟ لماذا يحنث؟ قال لأنه بالعصر لم يتغير المحلوف عليه بصنعة جديدة، بل بقي، يعني أي ناظر ينظر إليه يسميه عصير البرتقال، أما نقول هذا دبس، هذا خل، هذا نبيذ، وبالتالي يعني اختلف الحكم. إيه نعم. وكذلك أحبابنا لو حلف على أي شجرة، أي شيء، حلف لا يأكل من شجرة العنب، فهو محمول على إيش؟ على العنب الذي يخرج منها. شجرة التفاح، قال والله لا أكل من هذه الشجرة، شجرة التفاح، فاليمين محمول على التفاح الذي يخرج منها. إذن حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها. قال ولو عين البسرة والرطبة، يعني بأن قال والله لا آكل هذا البسرة، أو إن أكلت هذا البسر، هذا البسرة فعبدي حر، قال والله لا آكل هذا الرطب، أو إن أكل هذا الرطب فزوجته طالق. انظر، ولو عين البسرة والرطبة واللبنة، قال والله لا أشرب هذا اللبن، إن شربت هذا اللبن فعبده حر أو فزوجته طالق. قال لا يحنث برطبه، يعني لا يحنث بأكل رطب البسر، يعني حلف قال والله لا آكل هذا البسر، فتحول هذا البسر إلى رطب، أن معلوم لديكم أن الرطب مرحلة بعد البسر، فتحول هذا البسر مرحلة بعد الرطب،
تحول هذا البسر هذا الرطب أو الرطب مرحلة بعد البسر، فحلف والله لا يأكل هذا البسر، فتحول هذا البسر إلى رطب فأكل الرطب، قال لا يحنث لا يحنث. نعم قال لا يحنث برطبه وتمره، يعني تمر الرطب، يعني بعدما صار الرطب تمرا حلف لا يأكل من هذا الرطب، فتحول هذا الرطب إلى تمر فأكل بعد ذلك التمر، قال لا يحنث لا يحنث. قال وشيرازه، وكذلك لا يحنث أيضا لو أكل شيراز اللبن الذي حلف عليه، حلف فتغير فتغير، يعني بعدما صار هذا اللبن شيرازا، نعم قال شرب أو أكل هذا الشيراز لا يحنث لا يحنث. فالشيراز فيما أذكر فيما أظن تمام، يعني هو اللبن اللبن الرائب إذا استخرج ماؤه، إذا استخرج ماؤه، يعني بظن هو نفسه الذي نسميه عندنا في بلاد الشام اللبن المصفى، اللبن المصفى، يأتون باللبن الرائب يضعونه في كيس قماش لمدة 5 ساعات 6 ساعات ويعلق هكذا فيخرج منه ماء، هذا الماء مفيد جدا، في بعض الناس يرمونه لا هذا مفيد له، إذا شرب يستفاد منه كثيرا في تنظيف الكلاوي ويفيد المعدة، له فوائد كثيرة. مهم هذا اللبن الرائب الذي خرج منه هذا الماء، هذا الداخل يسمى إيش؟ شيرازة. فحلف قال والله لا أكل هذا اللبن. إيه نعم. يكون مثل الزبادي مولانا. الزبادي لا، هو الزبادي هو اللبن الرائب يعتبر. نسميه لبنس، بعضهم يسميه لبني. لبن اللبن تمام أحسن. ما عندنا في الشام يسمى لبني، يسمى يسمى لبني. اي نعم او لبن مصفى، هل عندنا في الشام لبنه يسمى لبنه. اي نعم، فهذا هو الشيراز غالبا، يعني انه استخرج هذا الماء. فالمهم حلف لا ياكل، حلف لا ياكل من هذا البسر فتحول الى رطب فاكل من الرطب فكان الماكول غير المحلوف عليه. حلف لا ياكل من هذا البسر فتحول إلى تمر، أو تحول إلى تمر بعدما تحول إلى رطب، يعني تحول إلى تمر فأكل، كذلك لا يحنث لأن المحلوف عليه المحلوف عليه غير المأكول غير المأكول، وهكذا. إذا كذلك لعله سيأتي معنا، لو حلف لو حلف لا يأكل من هذا العنب فأكل من الزبيب، فيكون الزبيب كالتمر بالنسبة للرطب أو كالتمر بالنسبة للبسر. وإن شرب عصير مولانا؟ لا قلنا لا 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 بالنسبة للعصير قلنا قبل قليل، إذا عين إذا عين إذا عين لا يأكل من هذه البرتقالة من هذه الشجرة، فالعصير ذكرنا قبل قليل العصير لو شربه يحنث. في كل انواع الفاكهه او الرطب او يعني بس الرطب ممكن تضرب في الخلاط وكذلك. لا الرطب الان لا الرطب يؤكل، اذا ضرب في الخلاط فاكله وحلف ان لا ياكل من هذا الرطب. نعم لا يحنث اكيد يحنث، لانه الرطب الان الرطب اكل عينه. نعم. يعني استهلك وهو رطب. قال بخلاف هذا الصبية وهذا الشاب وهذا الحملة، يعني بخلاف ما لو قال والله لا أكلم هذا الصبية، أو إن كلمت هذا الصبية فعبدي حر، أو والله لا أكلم هذا الشاب، أو إن كلمته فزوجتي طالق، فكلمهما بعدما صارا شيخين. نعم فهل يحنث؟ قال يحنث. قال بخلاف هذا الصبية
وهذا الشاب وهذا الحملة، يعني بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذا الحمل. نعم. فأكله بعدما صار كبشا، ما الحكم؟ قال كذلك يحنث. قال لا يأكل بسرا، فأكل رطبا، يعني حلف لا يأكل بسرا من غير تعيين. قال والله لا أكل بسرا بعد اليوم، لم يعين هذا البسر وغيره، فأكل رطبا. قال لا يحنث. ليه؟ لأن المأكول غير المحلوف عليه. وفي لا يأكل رطبا، يعني لو أنه حلف، نعم، كان أخطأنا، لا يأكل بسرا. وفي لا يأكل رطبا، يعني حلف لا يأكل رطبا أو بسرا، كذلك حلف لما قال وفي لا يأكل رطبا، وفي حلفه لا يأكل رطبا أو بسرا، حلف كذلك لا يأكل بسرا، أو علق على أكل البسر طلاقا أو عبادة أو عتقا. وفي لا يأكل رطبا أو بسرا، أو لا يأكل رطبا ولا بسرا، انتبه، أفرد اليمين، والله، قال والله لا آكل بسرا، والله لا آكل رطبا، أو والله لا آكل رطبا ولا بسرا. قال حنث بالمذنب، نعم، بكسر النون، حنث بالمذنب، نعم، يعني يحنث لو أكل المذنبا. ما هو المذنب؟ المذنب هو ثمرة الرطب في ذنبه قليل من البسر، نعم، أو رطب، يعني أو رطب في ذنبه قليل من البسر، أو بسر في ذنبه قليل رطب. فلو أنه قال والله لا آكل بسرا، فأكل مذنبا، يعني بسر في طرفه قليل من الرطب، وهذا ملاحظ يعني، أو قال والله لا آكل رطبا، فأكل رطبا في طرفه شيء من البسر، من أكل بسرا في طرفه شيء من، أو أكل بسرا في طرفه شيء من الرطب، يحنث. فإذا قال والله لا آكل رطبا ولا بسرا، يحنث بجميع الأحوال، لأنه أكل، لما أكل المذنب وأكل الرطب كلها، نعم، وأكل البسرة كلها، المذنب كله قد أكله، فأكل البسرة وطرفه، فيكون قد أكل ما حلف عليه وغيره. أما لو أكل الجزء الذي هو بسر فقط ولم يأكل الرطب لا يحنث، أنه لم يأكل المحلوف عليه، لو قصه بالسكين مثلا أكل البسر لا يحنث، لأنه لم يأكل الذنب أو إيش المحلوف عليه. تفضل. لو حلف ألا يأكل رطبا، نعم، لو حلف ألا يأكل رطبا فأكل رطبا دون المذنب، حلف، لا يا سيدي، مثل القصد، حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا. إيش عن المذنب هنا؟ يعني بسر في طرفه ماذا؟ قليل من الرطب، فهو حلف لا يأكل رطبا، فلما أكل هذا البسر الذي في طرفه رطب يحنث أو لا يحنث؟ يحنث، لأنه أكل إيش؟ رطبا، هو حلف لا يأكل رطبا. يقول أنا أكلت بسر، نعم، أنت أكلت بسرا مخلوط برطب،
طرفه، لذلك لو نزعت الرطب من هذا البستر لا تحنث. مولانا هنا قاعدة الأكثر يأخذ حكم الأقل أو الأقل. لا 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 لا، ما في قاعدة هون، ما في قاعدة يا أخي، ما في قاعدة، انتبه. أنا لما أقول لك لا آكل أي منديل، انتبه علي. هلا الآن هاي البصر، هذا البصر هنا، هذا البصر وهذا الرطب، قطعة واحدة، قطعة واحدة. فقلت والله لا آكل، والله لا آكل رطبا، هي كلها البصر وطرفه فقط هذا إيش؟ الرطب. ما اسمه هذا؟ مذنب. فقلت والله لا آكل رطبا، فأخذت هذه الذي طرفها رطب وهذه كلها بصر، فأخذتها فلقتها، أخرجت البذر منها وأكلتها كلها. ما الحكم؟ أنا حنثت. ليه؟ لأني أكلت المحلوف عليه الذي هو الرطب، هذا الجزء البسيط وغيره. أما لو جئت وأخذت البصر المذنب هذا، قطعت منه هذا الرطب، وكنت قد حلفت والله لا آكل رطبا وأكلت البصر فقط دون الرطب، لا أحنث. وضح الكلام إن شاء الله؟ بارك الله. إن شاء الله. والذي قبل مولانا بخلاف هذا الصبي وهذا الشاب، كيف ننطق وهذا إيش؟ وهذا الصبية، يعني بخلاف ما لو حلف لا أكل، بخلاف ما لو حلف لا أكلم هذا الصبية. أيوة. تمام. أقصد بعدها وهذا الحمل، ولا هذا الحمل؟ ولا أظن الحمل، ما بالفتح. أظن الحمل، يعني لما ليس هو المراد به الجنين. هلا هنا نحن هنا ممكن أن نقول الجنين، يعني إذا أبقيناها ساكنة نقول يعني مراد بها الجنين، أو الحمل هو الولد الصغير، يعني للشاة يعني. فيصح، يعني يصح الوجهان. بس والله أنا فيما أذكر أن الشراح لو أن أحدكم يسعفه الآن بين يديه التبيين، إذا أظن السكون بالسكون، ما ضربتنا بالسكون في نسخة الدكتور سائل، ولكن أرى في الشرح يعني بهذا الشرح فأكله بعدما صار كبشا. تمام. هذا الكلام، هذا الكلام اللي قلنا، يمكن يصح أن تكون بالسكون ويصح أن تكون بالفتح. فأنا يعني قرأتها بما هي مضبوطة، لأن لها وجه، لأن لها وجه قرأتها بما هي مضبوطة، يعني ما فحتى الآن يعني يؤخذ علينا فكرة بأن دأبنا التخطئ، تخطئة الآخرين. وأنا والله لا أحب هذا الوصف يعني، ولكن هذا من باب التصويب يعني. أنا عندما قصدت السؤال، أنا عرفت حتى لا أنعت، أنا قصدي لا 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 لم أقصد حضرتك، لا. لأنه أقرب في رأيكم الفتح أم السكون في الميم؟ والله أنا كما هو الحمل بيكون أقرب، والله تعالى أعلم يعني. بس له وجه التسكين، له وجه، له وجه. أولى إذا انتبه، أو لح أقول لك الحمل لعله أولى. ليه؟ قال إذا حملنا هذه المسألة على الحمل يندرج فيها ماذا؟ الحمل. أما إذا حمل قلنا هذا الحمل، فيظن أنه لو قال لا آكل هذا الحمل، فلو أكله بعد الولادة لا يحنث، فيكون الحلف على التسكين أفضل، الحمل على التسكين أفضل. واضح؟ لتكون عامة، كي لا يظن، لو قلنا لو حلف لا يأكل هذا الحمال، فيظن الطالب أنه لو أكل، لو قال والله لا أكل من هذا الحمل، فولد من هذا الحمل، ومن هذا، لو قال لو والله لا أكل من هذا الحمل فصار كبشان يحنث. أما لو حلف والله لا آكل من هذا الحمل فولد فصار كبشا يؤكل. فكي لا يظن الطالب هكذا نقول هي بالسكون، كي تتناول الجميع.
واضح شيخنا؟ فيكون الحمل على السكون أولى. نعم واضح. ليكون إيش؟ شاملا للجنين وغيره. الحمل على السكون أولى، صح، هذا أفضل والله أعلم. لكن فعلا كما قلت ظاهر الشروح قد يفيد الحمل. لا جعلها ساكنة أفضل. حتى الأستاذ سعيد مولانا عند التعليق قال فإن أكل الحمل عندما يكبر يحنس. هو باين عليه يعني اختار الوجهان. طيب أنا معلش أنا سبق وقلت لكم مولانا لا تذكروا لي أسماء أثناء الدرس. إيه أنا ذكر الأسماء أثناء الدرس، أنا لا أستطيع إذا كان في خطأ إلا وأن أذكره، فأنا لا أحب أن أذكر يعني الخطأ وأنسبه إلى صاحبه. فأثناء الدرس جاء ما أحد يقول لي قال فلان. تمام نعتذر. إيه الله يبارك فيه. يعني أنا أنا فقط المقصد من ذلك لا أريد يعني أن أبين خطأ وبعد ذلك يظن أنني أتصيد أخطاء فلان أو فلان أو فلان، فنبقى على التعميم. فإذا قلت لي بعض المعلقين محققين قال كذا، أنا أجيبك عندها أنه أصاب أو أخطأ، حتى هذا في مرات القادمة. المهم إذا الحمل يعني ضبط الكلمة بتسكين الميم إلى الظاهر أنه أولى من ضبطها بالفتح، والله أعلم. أثناء الشرح ربما يعني سقط اللسان، فقلتم لو قال لا أكل من هذا الحمل فأكل منه بعد الولادة يحنث، أليس كذلك؟ طبعا يحنث. يحنث يعني الجنين حتى قبل أن يولد لو قال لا أكل من هذا الحمل فأكل منه بعد ولادته حنث. طبعا تمام يحنث. لذلك الحمل أوسع، تشمل الحال. أي تشمل الجنين والحمل. لذلك قلنا جعلها بالسكون أولى من جعلها بالفتح، كي لا يظن إذا ضبطناها بالفتح أنه يخرج من المسألة الحمل الجنين يعني، والله تعالى أعلم. قال لا يأكل بسرا، قرأناها هذه. طيب ولا يحنث بشراء كباسة بسر فيها رطب، في لا يشتري رطبا، يعني لا يحنث بشراء كباسة. ما هي الكباسة؟ هي العنقود، يعني الآن يسمه بالأصل الكباس العرجون، والآن يسمى عنقود تمر. اي نعم. قال والله لا أشتري كباسة بسر، حلف والله لا أشتري كباسة بسر. قال ولا يحنث بشراء كباسة بسر فيها رطب، في لا يشتري رطبا، يعني هو حلف قال والله لا أشتري رطبا، فاشترى عنقود بسر، ولكن هذا البسر نعم كل حبة بسر في طرفها قليل من الرطب، قال لا يحنث. هنا نقول إن درج القليل في الكثير أعطي الحكم للأكثر للغالب. أنا هو الآن أراد أن يشتري المجموع العنقود، أن يشتري العنقود. قال ولا يحنث بشراء كباسة بسر فيها رطب، في لا يشتري رطبا، لأن هو الآن اشترى الكباسة ولم يعني وقع العقد على البسر ولم يقع العقد على الرطب، بخلاف المسألة الأولى أكل المذنب، فالذي دخل إلى جوفه ما هو؟ دخل المحلوف عليه وغير المحلوف عليه. أما الآن لما اشتريت أنا لم أدرج في العقد أبدا هذا الرطب
الذي هو موجود في طرف البسر، أنا لم أدرجه، هذا الرطب القليل الذي في طرف البسر لم يقابله شيء من الثمن ولم يجري العقد عليه، فلم يكن العقد قد جرى على المحلوف والمحلوف عليه، هذا الفرق بينهما. قال ولا يحنث بشراء كباسة بسر فيها رطب في لا يشتري رطبا. قال وبسمك في لا يأكل لحما، يعني كذلك لا يحنث، لو أنه قال والله لا آكل لحما، قال والله لا آكل لحما، فأكل لحما أو أكل سمك، ما أقول لحم سمك، أو أكل لحم سمك، هل يحنث؟ قال لا يحنث، لا يحنث. ليه؟ قال لأن العرف، العرف لا يطلق كلمة اللحم على السمك، أنت لا تقول أكلت لحم سمك، تقول أكلت سمكة، أما تقول أكلت لحم شاة، لحم ضأن، لحم جمل، لحم عجل، لحم جاموس، وتقول أكلت لحما، تقول أكلت لحما. أما ما سمعت أنا غير متعارف عليه أن تقول أكلت لحما سمك، تقول أكلت سمكا. لذلك قالوا لو وكل رجلا أن يشتري له لحما، قال له اشتري لي لحما، وأعطاه فلوس كيلو لحم، 2 كيلو لحم، فاشترى له 2 كيلو سمك، قال الوكيل هنا، الموكل هنا لا يلزمه ما أتى به الوكيل، لأنه اشترى له غير ما وكله به، وكلتك باللحم فاشتريت لي غيره. قال بسمك في لا يأكل لحما، أي لا يحناف بأكل سمك. ولحم الخنزير والإنسان والكبد والكرش أو الكرش لحم، لحم الخنزير والإنسان والكبد والكرش هذا كله لحم هنا. فإذا كانت هذه الأشياء التي ذكرها كانت هذه لحما من أنواع اللحم، فإذا قال والله لا آكل لحما فأكل لحم خنزير أو لحم إنسان أو لحم كبد أو كرش، ما الحكم؟ قال يحنث، لأن هذه من اللحوم، وإن كان لحم الخنزير يحرم أكله لنجاسته، ويحرم أكل لحم الآدمي لكرامته، لكرامته، لأن المنصوص عليه أحبابنا أن اليمين، أنا قد أحلف يمينا على شيء كي أمنع نفسي عن الحرام. إنسان بيشرب خمر، قال والله لن أشرب الخمر بعد اليوم، طيب هو الأصل شرب الخمر حرام، فلماذا هنا؟ فلو شرب الخمر حلف. ليه؟ لأن اليمين تنعقد لمنع النفس عن الحرام، فهو الآن حلف لا يأكل لحما، فيندرج لحم الخنزير ولحم الإنسان وإن كان كل منهما محرما. واضح؟ إذا اليمين تنعقد لو أن إنسان حلف على ترك محرم، فإذا حلف لا يزني، حلف لا يكذب، حلف لا يسرق إلى آخره، صحة اليمين. فإذا كذب بعد ذلك حنث، لزمته الكفارة أو لزمه المعلق على هذا اليمين. إنا لذلك قالوا لو حلف لا يشرب شرابا، ما الحكم؟ قال فشرب بعد ذلك نبيذا أو مسكرا من المسكرات، نعم، ما الحكم؟ قال يحنث وتلزمه الكفارة، هو حلف لا يشرب شرابا، حلف لا يشرب شرابا، نعم، فيلزمه كذلك الكفارة. لأن أحبابنا هنا لابد أن نلاحظ شيئا، وهي أن الكفارة في اليمين، الكفارة في اليمين أو الشارع أوجب الكفارة في اليمين ليس لعين اليمين،
ليس لعين اليمين أو ليس لعين الكفارة، وإنما هو لمعنى، أو ليس لعين اليمين ليه؟ وإنما هو لمعنى آخر في غير اليمين. ما هو؟ أنني أنا عندما أحلف والله لا آكل ثم آكل بعد ذلك، ماذا أكون قد فعلت؟ هتكت حرمة اسم الله عز وجل، هتكت حرمة اسم الله. فالكفارة هنا تعلقت لا لعين اليمين بل لما لمعنى آخر في غير اليمين، في غير اليمين، وهو هتك اسم الله عز وجل. نعم. ومن لاحظ هذا الأمر تبين له أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون يمينه على طاعة أو على فعل طاعة أو على ترك معصية. قال: وبشحم الظهر في شحما. هنا الآن الشيخ من لاحظ قبل قليل ماذا قال؟ قال: وبسمك في لا يأكل سمكا. عطف عليها الآن، يعني عطف على قوله وبسمك في لا يأكل، يعني لا يحنث، لا يحنث بقوله لا يأكل لحما فأكل سمكا، كذلك هنا عطف عليه وبشحم في الظهر شحما، يعني ولا يحنث، ولا يحنث لأكل شحم الظهر، نعم، حتى بشرائه. لو قال والله لا أشتري شحما فاشترى شحم الظهر، أو لا أبيع شحما فباع لحم شحم ظهر. قال: وبشحم الظهر في شحما لا يحنث، لا يحنث، نعم، وإنما الحنث يكون بشحم البطن خاصة. ليه؟ لماذا؟ قالوا لأن سيد أبي حنيفة يقول بأن شحم الظهر، شحم الظهر هو لحم حقيقة، هو لحم في الحقيقة، بدليل أنه أن الشحم الذي في الظهر ينشأ من الدم، ويستعمل هذا النوع من الشحم استعمال اللحم، ويحصل به كذلك بهذا الشحم يحصل به قوة هذا اللحم. نعم. لذلك لو حلف لا يأكل لحما، حلف لا يأكل لحما فأكل شحم ظهر، قال يحنث. نعم. فهنا إذن قوله بشحم الظهر في شحما معطوف على قوله وبسمك في لا يأكل سمكا، يعني حلف لا يأكل شحما فلا يحنث لو أكل شحم الظهر، لا يأكل لا يحنث، كذلك حلف لا يبيع شحما فلا يحنث لو باع شحم ظهر، حلف كذلك لا يشتري شحما فلا يحنث بشراء شحم الظهر، حلف لا يشتري شحما فاشترى شحم البطن، شحم البطن يحنث. ليه؟ كما ذكر بعض الفقهاء، وظن ذكر الشيخ ابن نجيم في البحر نقلها عن بعضهم، عن بعض أئمتنا، أن الشحوم أربعة، أن الشحوم أربعة، أظن ابن نجيم ذكر في البحر الشحوم أربعة: شحم بطن، وشحم ظهر، وشحم مختلط بالعظم، شحم بطن وشحم ظهر، وشحم مختلط بالعظم، وشحم على ظاهر الأمعاء، على ظاهر هذه الشحوم أربعة. قال: واتفق الفقهاء على أنه يحنث بشحم البطن، أما الشحوم الثلاثة على الخلاف بين سيد أبي حنيفة رحمه الله وبين صاحبيه. طيب، أليس هناك شحم يا مولانا الذي هو اللية؟ لا، الذي هو الشحم غير، الشحم غير اللية يا سيدنا، الشحم غير اللية، حتى في عنا لية، هلا قد يكون وفي عنا دهن وفي عنا شحم،
هل أنت الدهن، الدهن هو موجود، الدهن كل شيء ملتصق باللحم هذا الأبيض السميك يسمى دهن، دهنة. أما اللي بسموه أهل الشام الزهرة، هاي اللي خارج الشاب في آخر الشاء الخروف يعني في آخره، حتى سيدنا مذاق هذه اللي أطيب بكثير من مذاق الدهن الموجود على اللحم. لذلك أهل الشام ماذا يفعلون لما يطبخوا ورق العنب؟ يأتون لهذه اللي ويفعلونها شرائح تقريبا هكذا حجم الشريحة، شرائح رقيقة هكذا، ويضعون ورق العنب سال اللعاب، يضعون ورق العنب أول طبقة، ثم يضعون بعد ذلك شرائح هذه اللية أو الزهرة بسموها، يضعون فوقها الورق العنب، ثم طبقة من هذه الزهرة أو اللية، وهكذا تطبخ. بعد ذلك يأخذون هذه القطع ويأكلونها ومذاقها طيب جدا. نعم. والدهن كيف؟ الدهن هو الموجود على اللحم، الموجود على اللحم هذا يسمى دهن، هذا مذاقه كثير. أنا لا أحبه، كثير من الناس لا يحبونه، يشترون. هل أنا أذهب للجزار أشتري منه اللحم وأقول له اقطع لي من الزهرة أو من اللية، فمذاقها يختلف تماما. وهذه اللية مولانا يأخذون أحيانا ويقومون بسلق، يضعونها في وعاء ويقومون بسليها، تسلى تذاب يعني، تذاب حتى تصبح كالماء، ثم يستخدمونها كالسمن. أنا أذكر والدتي كانت تفعل هذا كثيرا يعني، تصنع السمن من هذا، من هذه اللية. والله تعالى أعلم. سيدي يعني لا يحلت بأكل اللية؟ قال سيأتي الآن الكلام، سيأتي الآن الكلام. قال وبألية وبألية. الآن أنهينا الكلام عن الشحم، أنهينا الكلام عن الشحم. قال وبألية في لحما أو شحما، يعني كذلك لو حلف لا يأكل لحما أو لا يشتري لحما، فأكل ألية أو اشترى ألية، أو حلف لا يأكل شحما أو لا يشتري شحما أو لا يبيع شحما، فاشترى أو أكل أو باع ألية، قال لا يحنث. ليه؟ قال لأنها هذه نوع آخر يختلف، عندنا لحم وعندنا شحم وعندنا ألية. فلذلك الألية لا تستعمل استعمال اللحوم، فكلمة ألية لا، فكلمة اللحم أو الشحم لا يتناول الألية لا لغة ولا عرفا. الاستخدامات الألية، وإن كان أهل الشام يعني يخلطون، لا عندما يقومون بالشواء يشوون اللحم يضعون بينه لحم الألية هذه فيشوى، وكذلك مذاقه طيب، فيخلطونه يعني وتستمتعون برائحته وبطعمه بعد شيه. فقال وبألية في لحما أو شحما، يعني لا يحنث بأكل ألية أو بشراء ألية أو ببيع ألية، فيما لو حلف لا يأكل أو لا يشتري أو لا يبيع لحما أو شحما، لأن الألية نوع آخر غير نوع اللحم والشحم، لأن استعمالات الألية غير استعمالات اللحم والشحم. قال بالخبز في هذا البر، وبالخبز كذلك لا يحنث، لا يحنث. لو قال والله لا آكل من هذا البر، لا آكل من هذا البر، فأخذنا هذا البر القمح يعني وطحناه وجعلنا منه خبزا فأكل، قال لا يحنث، وإنما يحنث لو أخذ هذا البر هذا القمح وقام بقضمها، عندها يحنث، عندها يحنث. نعم، لأن البر أحبابنا كما قال الفقهاء، البر يعني له حقيقة مستعملة، له حقيقة مستعملة، وله كذلك مجاز، وله كذلك مجاز. فالبر هو القمح،
ويطلق البر من باب المجاز على الطحين، على الطحين. إيه نعم. فإذا كان عندنا حقيقة مستعملة وعندنا مجاز، فالذي يقرره سيدي أبو حنيفة رحمه الله أن الحقيقة المستعملة قاضية على حاكمة أو راجحة على المجاز المتعارف، لا سيما بأن البر عند أهل الشام عند كثيرين يعني يغلى ويؤكل، يسمى عندنا في الشام سليئة هنا، ويفعلونه عندما تخرج أسنان الولد الصغير، يأتون بالقمح ويقومون بسلقه ويضعون عليه السكر أو العسل أو القطر وجوز الهند بعض المكسرات ويأكلونه فيؤكل ويقلى كذلك ويقلى كذلك. فإذا لو حلف لا يأكل من هذا البر إذا فطحن هذا البر وبعد ذلك جعل منه خبزا، ما الحكم؟ قال لا يحنث، لا يحنث. طبعا في المسائل، معظم هذه المسائل احببنا فيها خلاف بين ابي حنيفه رحمه الله وصاحبيه، ولكن الذي يقرر كما قلنا اكثر من مره نحن الان نقرر مذهب سيد ابي حنيفه رحمه الله، فلن يعني نذكر خلاف قوله الا اذا اضطررنا لذلك. قال وبالخبز في هذا البر، وفي هذا الدقيق لو حلف والله لا اكل من هذا الدقيق، من هذا الدقيق الطحين يعني، حنث بخبزه، يعني لو أكل هذا الدقيق أخذناه وخبزناه صار خبزا، قال يحنث. ليه؟ قال لأن ما سمعنا أن شخصا يأكل عين الدقيق، يأخذ الدقيق هكذا ويأكله، فلما قال والله لا آكل من هذا الدقيق وعين الدقيق لا تؤكل، فانصرفت اليمين إلى ماذا؟ إلى ما يتخذ من هذا الدقيق، فيشمل، فلو قال والله لا آكل من هذا الدقيق فيشمل كل ما يتخذ من هذا الدقيق، يعني سواء كان خبزا ولو كان، سواء كان حلواء، أي شيء يصنع ويتخذ من هذا الدقيق فإذا أكله حنث. هنا قال لا بسفه لا يحنث، سبحان الله، انظر كيف هنا الآن تركت الحقيقة، لأن الحقيقة هنا بالأصل مهجورة غير مستعملة. فلو مذهب سيد أبي حنيفة رحمه الله أن الحقيقة إذا كانت مهجورة غير مستعملة أي يعمل بماذا؟ بالمجاز. فقال لا بسفه، يعني لا يحنث بسف الدقيق، لأن الحقيقة هنا مهجورة لا يعمل بها. قال والخبز ما اعتاده بلده، يعني ما اعتاده أهل البلد، أهل بلد الحالف، يعني فلان قال والله لا آكل خبزا، لا آكل خبزا، فيحنف بأكل خبز الدقيق والشعير، لأنه هذا معتاد في معظم البلدان، معظم البلدان. إيه نعم. فلو أنني دخلت أنا مثلا إلى بلد، وأظن في العراق يفعلون هذا، يصنعون أو كانوا أظن إلى الآن يصنعون خبز الأرز، دكتور قاسم تصنعونه أنتم في بلدكم؟ نعم سيدي في جنوب العراق. أيوة خبز الأرز. فأنا من دمشق ذهبت إلى جنوب العراق إلى البصرة مثلا، فكانوا يصنعون خبز الأرز، فقلت والله مثلا حلفت يمينا لا آكل خبزا، حلف لا آكل خبزا، فذهبت أكلت خبز الأرز. إيه نعم. خبز وبلدي لا تعتاد أنا هذا، لا تعتاد، لا تعتاد. قال لا أحنث، لا أحنث. إيه نعم. هل عندنا في بعض بسوريا بالشمال في بعض القرى وبعض الأماكن يصنعون خبز العدس، خبز العدس، فأنا لا إذا بلدي لا غير متعارف، حتى ما أكلته بحياتي، وإن كان زوجتي من أيام صنعت في البيت خبز العدس فما أكلته بحياتي، فحلف لا يأكل خبزا فأكل خبز العدس، قال لا يحنث. إذن وبالخبز في، والخبز ما اعتاده بلده، بلد من؟ بلد الحالف، أهل بلد الحالف.
والشواء والطبيخ على اللحم، يعني يطلق الشواء والطبيخ يطلقان كل منهما على اللحم. فإذا حلف لا يأكل شواء لا يحنث إلا بأكل اللحم. فلو أنها زوجته قام كما هو الحال عندنا في الشام يشوى الباذنجان، يشوى ويفعل منه نوع من أنواع الطعام، نعم. فلو أنه أكل شواء الباذنجان أو شواء الكوسة مثلا أو شواء البطاطا، في مصر ما شاء الله البطاطا الحلوى الحلوة هذه يعني تشوى وتؤكل، حلف لا يأكل شواء، ما الحكم؟ لا يحنث لو أكل الباذنجان المشوي أو البطاطا أو البطاطا المشوية كذلك لا يحنث. ليه؟ قال لأن الشواء إذا ما أطلق لا يراد به إلا اللحم المشوي، إلا أن يكون قد نوى، إلا أن يكون قد نوى كل ما يشوى. إذا نوى كل ما يشوى فعندها يحنث بذلك، نعم. وكذلك لو حلف لا يأكل طبيخا، لو حلف لا يأكل طبيخا قال لا يحنث إلا على اللحم المطبوخ، إلا على اللحم المطبوخ. يعني مثلا العادة في معظم البلدان يجعلنا مع الطعام اللحم، نعم. فإذا أكل من هذا الطعام الذي طبخ فيه هذا اللحم، أو شيء قال والله لا أكل طبيخا، فأكل طبيخا بدون لحم لا يحنث، لأن المراد بالطبيخ هنا اللحم، يطلق على اللحم. قال والشواء والطبيخ على اللحم. قال والرأس على ما يباع في مصره، يعني في مصر الحالف الرؤوس، وتختلف يعني هذه الرؤوس لعله من بلد إلى آخر، نعم. فلو أنه مثلا قال والله لا أكل رأسا، نعم، فذهب إلى بلد هو يؤكل في بلده مثلا رؤوس الخراف فقط، فذهب هو هكذا ما يؤكل في بلده، لا يؤكل في بلده مثلا رؤوس العجل، بل مرفوض تماما عندهم لا يؤكل. فذهب إلى بلدة أخرى وقد حلف لا يأكل رأسا، فأكل رأس العجل وفي بلده غير متعارف عليه غير معهود، قال لا يحنث، إيه؟ أنه لما حلف هو أراد ما يباع في بلده، ما تعرف على بلده بأنه يباع ويؤكل. قال والفاكهة، سيدي ألا يتغير العرف؟ لو تغير العرف، هل هذا فيه خلاف بين الفقهاء؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، والمعمول به في هذه الأزمان هو قول سيدي أبو يوسف رحمه الله. أبو يوسف قال العرف يعني يتغير، ثم بعد ذلك ذهب كثير من الفقهاء مذهبه، أي نعم. فهذا فيه خلاف بين الفقهاء، أن العرف هل المعتمد العرف الأول أم عرف كل بلد ويتغير بذلك بناء الأحكام. والظاهر أنه يعني لا بد أن نقول بأنه يتغير، ولكن مع التغير سيدي، مع التغير الآن العرف في بلدي لا يأكلون رؤوس العجل، يعني الآن انتبه، يعني هذه المسائل هي يعني معظمها مبنية على العرف. فالآن الشواء واضح، الطبيخ كان عرفهم أنه يطلق على اللحم المطبوخ، الآن يعني كذلك حتى في بلادنا أنه يعني يندر أن يوجد طعام بدون لحم، بدون لحم. على كل سيدي، إذا ما حلف هذا اليمين يعني المفتي دائما يحاول التخفيف عن المستفتي، يحاول التخفيف عنه في الفتوى. قال والفاكهة التفاح والبطيخ والمشمش
لا العنب والرمان والرطب والقثاء والخيار، الفاكهة التفاح بأنواعه طبعا، والبطيخ بأنواعه، والمشمش. طبعا الشيخ ذكر أنواع ثلاثة، ليس هذا على سبيل الحصر وإنما هو على سبيل التمثيل، فيدخل التين، يدخل الخوخ، وكثير جدا من الفاكهة، الفاكهة البرتقال هذا من الفاكهة. نعم. فلو حلف لا يأكل فاكهة يحنث بأكل البطيخ، بأكل التفاح، بأكل المشمش، بأكل البرتقال، بأكل التين، يحنث بهذه الأشياء، لأن الفاكهة كما تعلمون هي اسم لما يتفكه، يتنعم به، يتفكه، يتنعم به زيادة على المعتاد. يعني هو الأصل أنه يتناول، يتفكه به، يتنعم به قبل الطعام أو بعده. سنة القرآن أن يأكل الفاكهة قبل الطعام. نعم. أما يعني قال لا العنب والرمان والرطب والقثاء والخيار، فهذا قالوا ليس من الفاكهة، ليس من الفاكهة. نعم. إذا قال لا العنب، العنب عندنا العرف في بلدنا العنب من الفاكهة، والرمان عندنا من الفاكهة. نعم. أما الرطب والرطب ليس من الفاكهة. نعم. والقثاء والخيار، أنا يعني أذكر إلى زمن قريب كان لما يأتينا ضيف نضع إلى جانب البرتقال مثلا أو التفاح أو العنب نضع الخيار، نضع الخيار، فلعل في عرفهم كان الخيار ليس من الفاكهة. نعم. وهذا يختلف، يختلف. نعم. فلو حلف لا يأكل فاكهة بناء هذا الكلام، فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو خيارا لا يحنث. ليه؟ قال لأن معنى التفكه في هذه المذكورات العنب والرمان وغير ذلك هو قاصر، ليس تاما، ليس تاما. ليه؟ قال لأن هذه المذكورات صالحة للتفكه ولغيرها، لغير التفكه، يعني هي صالحة للتغذي، لو أكل الإنسان اكتفى بالرطب أو يتغذى، يتغذى، يكتفى بذلك. نعم. فلا تدخل في اسم الفاكهة المطلقة. فكذلك هذه مبنية على العرف أيضا. قال والإدام ما يصطبغ به. كيف مولانا قاصر؟ معنى قاصر؟ يعني سيدي، هلا البطيخ يعني هكذا كان في زمانهم، التفاح والبطيخ والمشمش تستعمل للتفكه، لزيادة التنعم. يعني الواحد منا لا يأكل، لا يكتفي بالبطيخ فيشبع، لا يكتفي بالمشمش فيشبع، والبطيخ والمشمش والتفاح والخوخ والبرتقال لا يستعمل، لا يشترى بقصد التداوي. أنا مثلا ما بشتري بطيخة وآكلها من أجل أن أتداوى بها، وإن كانت هي قد تفيد، فيها فيتامينات، فيها أشياء، ما من فاكهة لو فيها فائدة، ولكن لا تشترى من أجل التداوي. أما بالنسبة للعنب والرمان والرطب هذه تشترى كغذاء مستقل، لذلك كما جاء في الحديث بيت لا تمر فيه أهله جياع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتمر والرطب وغير ذلك هذه يتغذى بها، والعنب كذلك يتغذى به، فيشترى للتغذي، ويشترى كذلك. يعني مثلا أنا أذكر كثيرا ما كنا نأكل الجبن مع العنب، الجبن مع الخيار يؤكل. نعم. أو اللبنة يعني الشراز، نعم، مع العنب أو مع الخيار أو مع القثاء اللي هو بنسميه عندنا إتي، خيار بس لكن تخين ومطعوج هكذا يكون غالبا، هذا القثاء. فهو فمعنى التفكه فيه ليس مقصودا على الإطلاق، لكن له مقاصد أخرى. هذا معنى قولي مع قول الفقهاء بأن معنى التفكه فيه قاصر، مثل
مثل عندنا فعل لازم وفعل متعدي. كذلك هذه الفاكهة القاصرة ومتعدي. وضحت شيخنا إن شاء الله؟ تمام، نعم، جزاك الله. الله يبارك. قال: والإدام ما يصطبغ به، الإدام ما يصطبغ به كالخل والملح والزيت، لا اللحم والبيض والجبن. الإدام ما يصطبغ به، يعني ما يختلط به الخبز، فهو من الصبغ. نعم. وذلك لا يكون إلا بالمائع، إلا بالمائع. نعم. فلو حلف لا يأتدم، قال: والله لا أأتدم. قال: لا يحنث إلا بالمائع، إلا بما يصطبغ به. قال: كالخل والملح والزيت طبعا، والعسل كذلك منه، وكل ما يصطبغ به، كل ما يصطبغ به. وإن كان هذا لا يؤكل ربما وحده عادة، ولكن يعني ربما يعني يذوب في الفم، مثل العسل مثلا، العسل يعني نجعله بالفم لوحده ثم نضع معه الخبز فيحصل الاختلاط، فيذوب في الفم ويختلط بالخبز. قال: لا اللحم والبيض والجبن، لا اللحم والبيض والجبن، يعني الحكم لا يتناول اللحم والبيض، فكل من اللحم والبيض ليس إداما. ليه؟ لأن قال: الإدام هو ما يؤكل تبعا للخبز، فنقول تبعا للخبز. قالوا: حقيقة التبعية إنما تحصل بالاختلاط وعدم الأكل وحده. أنا أعرف كثيرين يأكلون البيض بدون خبز، الجبن بدون خبز، اللحم بدون خبز، يعني فهذا يؤكل عادة، يعني يؤكل في العادة، يؤكل لوحده. قال: فلا، وإن كان الآن العرف عندنا الإدام يشمل كل ما يؤكل مع الخبز، ليس ما يصطبغ به. قال: والغداء الأكل من الفجر إلى الظهر. الغداء في الحقيقة يعني هو اسم لكل طعام يؤكل من الفجر إلى الظهر. من الفجر إلى الظهر يسمى هذا طعام الغداء. طبعا إطلاق الغداء أو تناول الطعام، في إطلاق الغداء على تناول الطعام في هذا الوقت من الفجر إلى الظهر، هذا من باب التوسع في التعبير، يعني هذا من باب التوسع. فلو حلف لا يتغدى فأكل بعد الفجر أو قبل الظهر، أكل في هذا الوقت قبل يعني قبل الظهر أو بعد الفجر يحنث، فإن أكل قبل الفجر أو بعد الظهر لا يحنث، لأن الطعام المأكول قبل الظهر وبعد الفجر يسمى غداء، والأكل الذي بعد الظهر وقبل الفجر لا يسمى غداء. وهو حلف أن لا يتغدى، حلف أن لا يتغدى. والآن لما أكل بعد الظهر وقبل الفجر هو ما تغدى. قال: نفس الشيء يعني سيدي، عفوا، نفس الشيء يعني يرجع إلى العرف ليس كذلك؟ لأن عندنا يعني كما تعلمون بالشام الغداء يعني تقريبا من الظهر للعصر. لا، الغداء عندنا بعد الظهر سيدنا. يعني من الظهر إلى العصر. تمام. أو أن قبل الظهر يعني الساعة 9 مثلا، هذا فطور. تمام. هذا الفطور، انتبه، الفطور سيدنا، الفطور هو كان غداء في زمانهم. إذا قلنا العرف يتغير الآن، العرف هل انتبه هنا، العرف يتغير فيكون الغداء بعد الظهر كما هو كما عند أهل الشام، وأظن عند كثيرين الآن الغداء هو بعد الظهر. أما كانوا بالماضي مولانا يأكلون وجبتين صباحا ومساء. ورأينا الآن في كثيرين يأكلون وجبتين فقط، هلا يعني أنا عندنا وجبتان، فلم يعني، أما من يأكل ثلاث وجبات؟ الذي يذهب إلى عمله صباحا،
يخرج الساعة السابعة هذا يتناول طعام الإفطار، فيرجع الساعة الثانية وقد أرهق وما تناوله من طعام قد ذهب، فالساعة 2 يحتاج لطعام فيأكل طعام الغداء، ويستمر هكذا للساعة 7 8 مساء لابد أن يجوع فيتناول طعام العشاء، فثلاث وجبات. فالآن لو حلف لا يتناول طعام الغداء ينبغي أن يصرف الآن على العرف، يعني الآن هو الشيخ يتحدث على ما في عرفهم، على ما في عرفهم، والله تعالى أعلم. فالأصل الآن يعني الآن لو أردنا الآن نسخة المسألة، حلف لا يتغدى وتناول طعام الإفطار الأحوط أن يحنث، إيه نعم الأحوط أن يحنث، فإن تناول طعام الإفطار ثم إن أكل قبل الظهر ثم أكل بعد الظهر بعد العصر في المساء لا يحنث، لا يحنث، وقلنا والأحوط أن يحنث في ذلك. قال والغداء والأكل من الفجر إلى الظهر، والعشاء منه من الظهر إلى نصف الليل، واضح الكلام، والسحور منه إلى الفجر، يعني السحور والأكل من نصف الليل إلى طلوع قبيل طلوع الفجر، فلو حلف لا يتسحر فأكل في هذا الوقت حنيفة. قال إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معينا لم يصدق أصلا، لم يصدق أصلا، يعني حلف فقال إن لبست أطلق، قال أقال أو شربت ونوى معينا، ونوى معينا إنا. قال حلف قال إن لبست فعبدي حر، أو أكلت فعبدي حر، أو شربت فعبدي حر، ونوى شيئا معينا فقال أنا نويت فطالب فالعبد سمع هذا اليمين، قال سمعتك تقول لو لبست فعبدي حر، وقد لبست قال لا لا أنا نويت الحرير، نويت لبس الحرير، فقال سمعتك تقول لو أكلت إن أكلت فعبدي حر، وقد أكلت قال لا أنا نويت أن أكل بقول إن أكلت الخبز، إذن هو أطلق، هو أول شيء أطلق، ثم لما طولب بالحنث قال لا أنا نويت معينا، نويت الخبز في قولي لو أكلت فعبدي حر، أو لو شربت شرب الماء مثلا، فقال لا أنا نويت لو شربت عصير البرتقال، قال لم يصدق، لا يصدق، أليس كذلك؟ قال لم يصدق أصلا، انظر لهذا التعبير، لم يصدق أصلا يعني نهائيا، لا قضاء ولا ديانة، لا قضاء ولا ديانة. ليه؟ قال لأن النية، النية إنما تصح إذا كان الملفوظ، الملفوظ يحتمل عدة معاني، يحتمل عدة معاني، إيه نعم. فهنا لما قال آكل ألبس لا يحتمل إلا معنى، إلا معنى واحدا، إلا معنى واحدا، فلذلك لا تصح النية، فكان هذا من قبيل الصريح، من قبيل الصريح، والله تعالى أعلم. قال ولو زاد ثوبا أو طعاما، وطعاما وشرابا دجنا، دجنا يعني لو قال والله إن لبست ثوبا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا ثم قال بعد ذلك نويت بالطعام كذا، نويت بالثوب كذا، نويت بالشراب كذا، قال دجنا. إيش يعني دجنا؟ يعني قبل منه تخصيص النية ديانة لا قضاء، ديانة لا قضاء، نعم. يعني القاضي لو رفع الأمر للقضاء لا يصدقه، لا يصدقه. ليه؟ قال لأنه نوى خلاف الظاهر، بل نوى شيئا يخفف عنه هو، فلذلك لا تقبل، لا تقبل نيته، إنا لا تقبل نيته. لو قال لا يصدقه القاضي، أما يصدق ديانة، يعني مثلا لو قال
إن لبست ثوبا فزوجته طالق. فلبس ثوبا فقالت له زوجته: أنت حلفت علقت الطلاق على لبس الثوب. قال: لا، أنا لويت ثوب حرير. إن كانت تريد الخلاص منه ترفع الأمر للقضاء فينتهي الأمر، أما إذا كانت تريد البقاء على زوجها وغلب على ظنها صدقه قال تبقى عنده ولا حرج عليها، تصدقه إنا. قال: لا يشرب من دجلة على الكرع. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.